يا هانم أنا زيزو، اسمي زيزو. أنا يا فندم أبقى المساعد بتاع زيزو. اتفضل يا أخويا من جوه، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. تحبي أصلح شعر حضرتك هنا ولا في أوضة تانية؟ لا لا لا، أنا مش محتاجة عشان تصلح شعري أنا، عشان تصلح شعر تيتي. تيتي دي يظهر تبقى بتاعك. يا فندم إحنا في خدمة الآنسة تيتي. أنا سعيد جدا إني أضع كفاءتي الممتازة ودرايتي الشاذة في خدمة شعر الفاتنة تيتي. أنت شايف إن تيتي فاتنة؟ ضروري يا فندم تكون فاتنة جدا، طلع أمها. أنت تعرف أم تيتي؟ وهل يخفى القمر؟ أم تيتي تبقى حضرتك. ما هو لما يكونش عشان يتناسى بس الناس. أم تيتي؟ أمال أم جلبه؟ يا صاحبة العصمة أنا آسف، أصله نظره ضعيف، مش معقول أبدا تيتي تكون بنتك وأنتي في ريعان الصبا وعنفها للشباب. لازم أختك. أهيلي. لازم أمك. مزاي أنت بتوراه طلعيهم بره. يا ستي ما يعرفوش تيتي بتبقى مين، إلا ما يعرفك يا تيتي بتبقى كلبة السن. كلبة السن؟ أنتوا طلبتوا زيزو عشان كلمة السن؟ أيوه. أنا أنتقل من صالوني بهيلي وهيلماني عشان كلمة؟ من منبت شعري إلى أحبس قدمي مشحون بالأسى والحسرة والاحتجاج. أنا أخصائي في شعر بنات حواء ولست أخصائيا في شعر بنات الكلاب، مش من اختصاصي. أمال من اختصاصي؟ درس هيقوم بالمهمة هو عني رئيس قسم البيطرة. عن إذنكم أنا زين. دفعوا لك كام؟ طردوني. طردوك؟ طردوني. عشان ايه؟ كوشي قليت ادبك على الكلبة؟ ابدا يا سيدي، الست هانم المصون اتخانقت مع جوزها لانها عرفت انه بيحب واحدة تانية. كلمة منها كلمة منه قامت الحرب. حبيت اتدخل عشان افض الخلاف، فما كان من جوزها الا انه مسك عصايا وطار وراي، حتى العدة ما لحقتش الما. دلوقتي انا فهمت. فهمت ايه؟ فهمت السبب اللي خلى جوز اشجان هانم يبص لواحده تانية. ومين اللي فهمك بقى؟ نبهتي الفياضه، ذكائي المزمن. الست دي يلزمها دكتور. مظبوط، دكتور مجانين. لا، دكتور نفساني، استاذ في علم النفس. انا اقول لك ان انت مش استاذ في علم النفس، انت استاذ في علم الدهن، في علم الشعر. اتلحيت. انا هروح لاشجان هانم وافهمها
الخطة الحكيمة السليمة اللي تخلي جوز ريما يرجع لمراته القديمة. زوجي إليها البشرى. يعني بشري ستك بحضوري. بونجور مدام. هو انت يا فش؟ انا مش مفش، انا البروفيسور زيفن. بروفيسور بروفيسور عاوز ايه؟ عايزك. يا خبرك انت؟ انت مش عارف اني انا على دين بتشتغل؟ يا هانم انت مش فهماني. انا جاي لك دلوقتي عشان افتح لك باب السعاده والهوى والشباب والامل المنشود توحي فتبعث الحب حي. انت وقعتك مهببه، انا هجيب لك بوليس الاداء. فين التليفون؟ تليفون! تليفون! ما تصوريش اني انا شيطان، انا ملاك السلام. عرفت انك تعيسه في حياتك الزوجيه، فانتدبت نفسي عشان ادلك على طريق السعاده. طب وانت مالك ومال كده؟ انا بعتبر نفسي عربيه اسعاف لانقاذ المصابين، وابور حريقه مهمته يطفي الحرائق، عشان كده انا جيت اطفي الحرائق المشتعله جوه بيتك. أنا مش فاهمة، أنت قصدك إيه؟ أنا هفهمك. بلغني بطريق الصدفة إن في خلاف بين حضرتك وبين جوز حضرتك، لأنه بيحب واحدة غير حضرتك. ما تفكرنيش! ما تنفخش في النار اللي جوه قلبي. بالطبع، دي حالة مؤلمة، موجعة، مفجعة. لكن اطمئني، أنت دلوقتي بين إيدين الطبيب الشافي. أنا هخلي جوزك يرجع لك هيمانه والهانه مدلل. إزاي؟ هتعمل له عمل؟ لا. هتعمل له حجاب؟ لا. أمال إزاي هيرجع لي مدلل؟ أنا أول ما شفتك يا هانم لاحظت إنك مهملة في مظهرك العام. شعرك منعش، وشك ملخبط، هندامك مش ولا بد. بالاختصار شكلك العام يسد النفس. يا أخي جالك سد نفس، حسن ملاحظك يا طول. من فضلك. ما تقطعنيش. نرجع للموضوع. نرجع. لازم تخلي جوزك يعيش في جو من الحب والحنان، اسقيه اكسير الهنا بالابتسامه العذبه والكلمه الحلوه، اشعريه انك ست مش فتوه. وانني كلامك حكم يا مضروب. انت ايه اللي علمك الفلسفه دي كلها؟ الزمن يا هانم، الدنيا جامعه الحياه. يجعلنا من بركاتك. دلوقتي سلميني راسك. سلمك راسي ليه؟ عايز اعمل لك تسريحه، اغير شكلك، اعمل في وشك مرمه. الشنطه عندكم؟ ايوه موجوده، تعالى ورايا. شكرا. الله، انا كنت فين من زمان؟ حقيقه انا كنت غلطانه في حق نفسي. انا دلوقتي ناقص من عمري 20 سنه. مش قلت لك؟ ايه رايك؟ تسلم ايديك. دي تسريحة زيزو سبيسيال نيميرو 5 ديكابوتا. اتفضل افتح ايديك. ادي 5 جنيه عشان الدكتور، وادي 5 جنيه علشان الميزان. شكرا عشان الدكتور، وميرسي عشان الكوافير،